هي تطلب على مستوى الجمهورية من 372 درجة بنسبة مئوية 90.73% مقارنة ب 98.54%، والمعدل يصل إلى 32 درجة 7.10% ده في كلية الطب البشري. لو رحنا لكلية طب الأسنان قبلت حد الأدنى لكلية طب الأسنان 370 درجة بنسبة مئوية 90.24 أقل من الطب البشري بشيء بسيط، والمقارنة بالعام الماضي كانت 98.41. احنا نكتب العام الماضي اللي كان دايما الناس بتحب تحط المقارنة بالمجاميع. احنا بنقول لهم هذا رسالة مهمة جدا ان الطلبة بيتنافسوا مع بعضهم في امتحانات تم وضعها في شكل يعني دقيق جدا وعلمي جدا من قبل وزارة التربية والتعليم، وده ما أثرش عليهم خالص في دخول الكلية. طب الأسنان فرقت 8.17 والعلاج الطبيعي نزلت ل 88.54 بنسبة 366 درجة مقارنة ب 97% العام الماضي، نسبة الفرق حوالي 9%. الصيدلة 88.53 مقارنة ب 98.5% برضه فرق حوالي 9.5 درجات. لو رحنا للهندسة هنلاقي إن الهندسة السنة دي يوجد أماكن خلية بتضاف للمرحلة الثانية. يعني إذا احنا متوقعين